اهلا وسهلا بيك يا ست الكل في حلقه جديده من برنامج اكل ومرعى وسر الصنع. احنا جايبين لكم طريقه جديده جدا في الطبيخ، هي طريقه الطبخ بالامثال الشعبيه. النهارده هنتعلم مع بعض اكله جديده جدا، وهي خروف مشوي بالقرع العسلي. خروف مشوي بالقرع العسلي، ومش هكرر تاني. الاكله دي انا استخرجتها من قلب تراثها. نكتب المقادير مع بعض. هنجيب بصله طازه زي ما احنا شايفين كده اهو. دي هجيب فول، معانا فول، وخدوا بالكم ان الفول دلوقتي في السوق بقى فيه فول مغشوش. نعمل ايه عشان نعرف ان الفوله مش مغشوشه؟ تديها لواحد ما تتبلش في بقه فوله. لو اتبلت في بقه فوله او لقيتيها فوله واتقسمت نصين بترجعيها للكيان، لان كل فوله وليها كيان، احنا عارفين ده طبعا. شوف الموضوع سهل خالص. هنجيب معانا ايه كمان؟ هنجيب فريك زي ما احنا شايفين كده بالكميه دي او اقل، ما بتفرقش قوي يعني، هو فريك في الاخر. وهنجيب دقيق وهنجيب زيت. طبعا مبدئيا بما اننا واقفين كده نحط زيتنا في دقيقنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده، عشان يبقى زيتنا في دقيقنا من اولها كده على طول كده. ومعايا طبعا في المقادير كمان حاجه ظريفه جدا انتوا اللي هتعرفوها. معايا في المقادير ايه زي ما احنا شايفين ده؟ مش عارفينه اهو، ده عدس. ليه؟ لان اللي ما يعرفش يقول عدس. شوف سهله خالص يا جماعه، ده عدس فعلا، انا ما عرفتش وقلت عدس طلع عدس في الاخر. وبالمناسبه يا جماعه بالنسبه للمقادير، انا حاولت اجيب ملوخيه مخرطه ما عرفتش، وبستغل البرنامج النهارده وبقولها على الهوا، مسيرك يا ملوخيه هتيجي تحت المخرطه. معانا القرعه طبعا، دي المكون الاساسي بتاعنا، دي العروسه بتاعتنا اهو زي ما احنا شايفين كده، القرعه متفرغه. وعلى فكره يا جماعه انا عايز اعتذر لكم، انا كنت هجيب معايا اكتر من قرعه، لكن الحقيقه دي اللي لقيتها فاضيه، القرعتين التانيين كانوا مشغولين، في واحده كانت بتتباهى بشعر بنت اختها، وفي واحد كانت بتاخد اللي خدته من الشعور، ودخلت في قصص مالهاش اي معنى. يعني خلعت من الموضوع، جبت دي لطيفه جدا ما عندهاش اي مشاغل، ودي معانا النهارده. معلومه مهمه يا ست الكل لازم ناخد بالنا منها، ان لازم نجيب القرع منين؟ من بره، لان القرع بيمد لبره. هنأمن المخارج والمداخل، لان القرع بص هوب اها، شوف بص لسه بنتكلم اهو، بيمد لبره اهو، واحنا بنتكلم اهو مفهوم فظيع اهو، الله اها، شوف بص ازاي. طه هو ابن لذينه وحالته حساسه جدا وخاصه جدا، بس هو معانا النهارده في الحلقه، فياخد معاملته وياخد واجبه ومفيش اي مشاكل خالص. هنجيب البصله وقبل ما نتكلم على البصله يا جماعه ست الكل، خدي بالك طريقه الطبخ بالامثال في حاجه مهمه جدا، البصله ما بتتقشرش. ليه؟ شوف الناس الكبار، بس كبار فاهميني، لان احنا ما بنخشش ما بين البصله وقشرتها خالص، بنحط البصله زي ما هي. ايوه دلوقتي بقى نقدر ايه، بعد ما نحط بقيه المقادير بتاعتنا كلها جوه القرعه، هنقدر يا جماعه ان احنا ايه، نقفل القرعه. وطبعا قفله القرعه دي شغلانه كبيره زي ما احنا عاملين كده. بسم الله يا جماعه، يا جماعه انتوا مش متخيلين الريحه عندي عامله ازاي، مش متخيلين الريحه عندي عامله ازاي حاجه يعني الله، عشان كده قفلت لان الريحه قلب الدنيا. طيب احنا دلوقتي يا جماعه قفلنا على القرعه، وهنحط القرعه في الفرن على نار حاميه. لو الفرن عندك ناره هاديه ممكن نزود له شويه حلاوه. ليه؟ لان مفيش حلاوه من غير نار، تمام. بنحاول نقول حلول من واقع تراثنا الشعبي الجميل. يلا عقبال ما الاكل ما يستوي، خش كده نجيب الايوه واحدة مع بعض كلنا. يا 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 معقولة؟ ايه الجمال ده، شكلها اصلا يا خبر ابيض يا خبر ابيض. عقبال ما الاكل يستوي يا جماعة، ممكن نعمل شوية سلطة الطحينة، او ممكن نشرب من البحر طبعا، بس يكون في حد في البيت بيعرف يعمل من البحر طحينة، حد كده يكون ايه حلنجي شوية. ناخد اتصال. مدام نسمة، مساء الخير يا شيف. اتفضلي يا مدام. أمور. انا جوزي بس مشكلته انه ما بيحبش الزيت، عايز نطبخ بسمنه. ممكن تعمليها بسمنه يا فندم، مفيش مشكله. طيب بالنسبه للسمنه يا مدام نسمه، في حضرتك طريقه تانية بس هتاخد وقت شويه. لو عندك نمل في البيت، وده متوفر في كل البيوت المصريه طبعا مفيش اي مشاكل، بتجيبي نمله تقطعي وركها وتستني السمنه من ورك النمله، بس زي ما قلت لحضرتك دي بتاخد شويه وقت مفيش مشاكل. دلوقتي هنشوف مع بعض، اكيد الخروف بتاعنا استوى زي ما احنا. الله اكبر الله اكبر، طالع المنظر جميل. شوفوا يا جماعه الخروف طالع ازاي، هنشوف مع بعض كده. ثانيه واحده، يا سلام يا سلام يا اهو زي ما احنا شايفين اهو، خروف كامل بالقرع العسلي. انا طبعا كنت مستني حد يسالني امال فين الخروف في المقادير من الاول، عشان اقول له طبعا ده تراثنا الشعبي يا جماعه. البصله اللي احنا حطيناها دي يا جماعه ما كانتش بصله عاديه، دي كانت بصله محب. دي بصله، وطبعا بصله المحب غاليه جدا ومش سهله انك انت تلاقيها. بس ستات بيوت كتير قوي بتعرف تجيبها، وفي ناس بتجيبها تخزنها في البلكونه وتتباعها على العيد.
المهم انها تبقى خروف يا جماعه. الله اكبر، زي ما احنا شايفين كده اهو القرعه اتفرتك اهو معايا الكاميرا كده زي ما احنا شايفين. لو فتحت الفرن ولقيت فيه قرع متفرتك وبصله، يعني ممكن ما تلاقيش الخروف ده وتلاقي المنظر ده كده اهو، يبقى اتضحك عليك ودي مش بصله محب. ناخد بالنا من الحته ديت، ودي حصلت لواحد صاحبي قبل كده في رمضان، لان هو اضطر يا عيني يصوم وفي الاخر فتح اضطر يفطر على بصله. نحاول قدر الامكان نبعد سلطه الخيار اللي احنا عملناها عن القرع. ليه؟ لان القرع لما بيستوي بيقول الخيار يا لوبيا، ودي اتكررت كتير لا 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 خلاص خلاص لا 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 يا كنترول يا جماعه، بيقول نفس الكلام بنفس القذاره تاني، مش معقول كده. دي يا جماعه اتكررت كتير، بيقول له يا لوبيا بيبقى في احراج وبنفس. طبعا بنضطر في الحاله دي نرمي الخيار، انا اسف، او بنستنى لما يتقتم الخيار قتة، يعني حسب الظروف ساعتها. ويلا بينا بقى ناخد اكلتنا الجميله دي، نرش عليها شويه زبيب كده، وطبعا لو ما فيش زبيب ضرب الحبيب بيدي نفس النتيجه معانا بالشكل ده اهو. لو مفيش الحاجات دي يا جماعه بناكلها بعيش، بتشوف اي جعان بيحلم بسوق العيش وبنجيب منه شويه. لو اكل العيش مر بندي العيش لخبازه وهو بيتصرف. في نهايه الحلقه ما تنسيش يا ست الكل، اقرب طريق لقلب جوزك معدته، واللي ياكل على درسه بينفع نفسه، بس ما يكونش بياكل لوحده لانه ممكن يزور، وطباخ السم بيدوقه، ويمكن عشان كده مصارين البطن بتتعارك. فمطرح ما يسري يمر يا ست الكل، وكل سنه وانتم طيبين، وما تقفلوش، خليكم معانا، هنرجع لكم تاني مع مدام ناديه دمور، مصممه الازياء العالميه اللي بتلبس البوصه تبقى عروسه، وبتغزل قماشها بنفسها برجل حمار لانها شاطره جدا.